كحاجة عالمية لإيجاد بدائل عن الغاز الروسي، وكان المرشحين هو الكيان الصهيوني عبر قبرص، وشمال العراق عبر تركيا، والغاز في شمال العراق موجود في السليمانية يعني تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، ونحن شهدنا ذهاب السيد مسرور بارزاني وحضر مؤتمر الدول الاقتصادية، وتحدث هناك بأن كردستان سوف يقوم بتصدير الغاز. هذا الغاز هو تحت سيطرة الاتحاد الكردستاني، بالتالي هذا دفع السيدة بلاسخارت للتدخل من أجل إيجاد هذا التقارب، وربما حدثت هناك ضغوط من أجل تسهيل الأمور وإجراء الاتفاقات، وبدأت الحوارات بمباركة أممية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي. وأعتقد أن السيد مسعود بارزاني قرأ بحنكته السياسية بأن الموضوع لن يمضي في تشكيل الحكومة مع وجود ثلث معطل، وبالتالي عند إرادة تأسيس حكومة أغلبية لابد أولا أن يتغير الدستور، ولابد أن يرفع الشرط الذي وضعه الأخوة الأكراد في الدستور، وهو شرط أن يكون هناك 220 نائب لانتخاب رئيس الجمهورية. بالتالي هم افترضوا وجود الثلث المعطل، وهذا يفترض هناك توافق بين كتل تضم 220 نائب، أي أنه لا يمكن تشكيل حكومة غير ائتلافية وغير توافقية. تمام. الحكومة الأغلبية تشكل من حزب واحد أو من كتلة واحدة، فبالتالي أعتقد أن السيد مسعود بارزاني تراجع عن موقفه في موضوع التحالف الثلاثي. السيد الحلبوسي أيضا كان قدم في اليمين وقدم في الشمال، هو يتحدث مع الإطاريين في الجلسات الخاصة ويقول لن نمضي بهذا المشروع منفردين هو دونكم، يتحدث شخصيا؟ أي نعم، ولكن عندما يطلبون منه ويقولون له تحدث بهذا الأمر أمام التحالف الثلاثي وليس في الجلسات الخاصة. فبالتالي أعتقد أنه السيد مقتدى الصدر شعر بأن التحالف الثلاثي لن يستطيع تشكيل حكومة، وبالتالي ولن يستطيع أن يذهب بهذا المشروع، فلجأ إلى هذا الخيار، خيار الانسحاب.